فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علي دين وهو 20,000 ريال أسدده على أقساط شهرية، فهل تجب علي الزكاة قبل سداد الدين كاملا؟ اللي يفتى به الآن أن الدين ما يمنع الزكاة، تزكي اللي عندك، تزكي المال اللي في يدك إذا بلغ النصاب، ولو كان عليك دين ما يمنع. نعم، هذا هو المفتى. ولا المذهب يقول لا، إذا كان الدين ينقص النصاب فليس فيه زكاة، لكن الفتوى على خلافها الآن. نعم.